فخارة الفراخ والجبنة أو فخارة الدجاج والجبنة. تعالوا نشوف إزاي أو إيه المكونات اللي إحنا عايزينها. عايزين صدور فراخ يعني 3-4، إحنا النهاردة مستعملين 4 حسب عدد أفراد الأسرة طبعا. عايزين 2 معالق كبار من الزبادي، 4 معالق كبيرة زيت، عايزين 4 معالق كبيرة ليمون، 2 معلقة كبيرة خل، 2 فص ثوم، 0.5 معلقة صغيرة كركم، 1 معلقة كبيرة من الأعشاب الإيطالية، 1 معلقة صغيرة من البابريكا المدخنة. عايزين الصلصة بتاعة الجبنة اللي هي عبارة عن 2 كوب جبنة مبشورة، 1 كوب حليب، 1 معلقة كبيرة من الزبدة، 1 معلقة كبيرة من الدقيق. أول حاجة هنعملها عايزين نعمل الخليط بتاع التتبيلة. خليط التتبيلة هنحط الزبادي، الليمون، الخل، الأعشاب الإيطالية، الثوم، كل اللي احنا قلنا عليه، والكركم والبابريكا وطبعا الملح والفلفل. تمام كده، ده كده جاهزة عندنا. هناخد بقى دلوقتي الفراخ اللي عندنا وهنقطعها لمكعبات متوسطة الحجم يعني كده. هناخد بقى الفراخ بتاعتنا دي وهنحطها في التتبيلة اللي عملناها وهنسيبها في التتبيلة لغاية ما تقريبا تقعد مينيموم يعني نقول 2 ساعة مثلا او اكتر، يعني من ليلة كاملة لساعتين اقل حاجة. نقلبهم مع بعض وزي ما اتفقنا هنسيبهم لغاية ما يشربوا التتبيل. في مطريات طبيعية بتتحط للحمة وللفراخ بتخليها طرية جدا، وفي مطريات للأسف صناعية. المطريات الطبيعية اللي عندنا اللي ممكن تطرلنا اللحمة والفراخ ايه هي؟ شوفوا، خليني احط البصل الاول، الليمون، عصير طبعا عصير الليمون، عصير البصل، الكيوي، الكيوي لما بنهرسه مع التتبيلة، الأناناس، البابايا، أي نعم هي حاجات مش موجودة في كل البيوت يعني، ولكن أنا بقول لكم برضو عشان تبقوا عارفينها. في إيه تاني؟ في إيه تاني؟ الزبادي، الخل، بس الخل ما يعتبرش مطري طبيعي، ولكن هو مطري على الأقل، مش يعني مش مؤذي زي الحاجات التانية. الحاجات بقى التانية اللي ممكن تطري لي اللحمة بس يعني ما بيفضلش قوي، البيكنج صودا. البيكنج صودا بتطري اللحمه جدا جدا جدا، بتخليها دايبه. واللي بيطري اللحمه اكتر واكتر واكتر هو التندرايزر، ده بيبقى بودره كده بتتباع في السوق اسمها تندرايزر، دي بتخلي اللحمه يعني تيجوا تمسكوها في الشوكه تيجوا ترفعوها كده يعني اللحمه ممكن تقع من كتر ما هي طريه، ولكن مضر جدا جدا جدا، ما تشتروهوش. خليكم في المطريات الطبيعية اللي احنا قلنا عليها، او على الاقل الخل، البيكنج صودا ارحم من التندرايزر اللي في السوق. طيب احنا دلوقتي عايزين نقلي الفراخ بتاعتنا بالتتبيلة اللي فيها. عندنا بقى هنا كمان عايزين نعمل صوص جبنة. صوص الجبنة بتاعتنا علشان نعملها بنعمل زي بشاميل بس مليان جبنة، دي بتبقى صوص الجبنة اللذيذة قوي. هنعملها مع بعض. طيب علشان نعملها عايزين زبدة ودقيق وحليب وجبنة، جبنة كتير.
ادي الزبدة بتاعتنا، تقريبا نحط معلقة. عندنا هنا الدقيق، فينه يا غادة؟ اهي هنحط الدقيق وهنقلب بس شوية كده، احس ان الدقيق يعني ابتدى بس يتحمر مع الزبدة. هنبتدي نحط اللبن بتاعنا، ولان الزبدة كتيرة مع الدقيق هيبقى مش ممكن يكلكع، يعني مش ممكن، مش مضطرين نجيب المضرب ونقلب بيه، لا بالسباتولا كفاية. شايفين؟ لا يمكن خلاص يكلكع. هنحط كوباية الحليب بتاعتنا، وهنحط عليها رشة ملح، تقدروا تحطوا شوية جوزة الطيب كمان بتبقى لذيذة. هنقلب هنا وما ننساش هنا. هي الفراخ تقريبا استوت خلاص. دلوقتي اول ما دي تبتدي تغلي هنروح نازلين عليها بالجبنه اللي عندنا. الحليب ابتدى يتخن، طبعا هو مش هيتخن قوي لان احنا مش عاملين بشاميل بشاميل يعني، بس بصوا اهي شايفين. دلوقتي بقى هحط الجبنه اللي عندي، هسيب بس ايه يعني دول بس كده، هسيب دول بس كده للوش. شوفوا بقى الجمال، بصوا شايفين تخنت ازاي وبقت حاجة جميلة جدا. شوفوا شوفوا الجمال. دلوقتي حطيت مشروم كالعادة، حطيت شوية مشروم، معلش اهو. هناخد بقى دلوقتي الطاجن بتاعنا، نحط فيه الفراخ بتاعتنا. عندنا كل المقاسات، بنشوف المقاس اللي يعجبنا وبناخده. خلاص هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هناخد صوص الجبنه اللي عندنا وهنحطها على الوش، وهي هتتغلغل جوه، هي هتدخل لوحدها جوه. احنا بس هنعمل كده، كده تمام التمام. عندنا بقى هنا شوية الجبنة اللي خليناهم، هنحطهم على الوش. هناخد الجبنة بتاعتنا، احنا حطينا كل الكمية الا تقريبا 3 معالق كبار كده، خليناهم للوش عشان يدوا لون حلو، يعني لما دخلها الفرن تدي لون حلو كده، لان عليها جبنة يعني جبنة صافية على الوش. هي اصلا الاكلة بصوص الجبنة، فاحنا عايزين جبنة كتير. هناخدها بقى دي، مش هولع عليها بقى من تحت بس من فوق، يعني بولع عليها من تحت لو هي بردت، بس لو هي سخنة كده زي حالتها زي دي دلوقتي باخدها وبحطها بس من فوق لغاية ما تديني كده لون حلو. لو هي باردة بولع عليها تحت شوية وبعدين بولع عليها من فوق، وكده تبقى الوصفة بتاعتنا جاهزة. هنحطها كمان شوية في الفرن علشان تلمع كده على آخر الحلقة، تكون سخنة ولسه بلونها الحلو.